نحن لن نقبل ابدا ان يتشكل احد في وطنيه هذا الجهاز، ولن نسمح للاصوات التي بدات تعلو خلال الايام القليله الماضيه، لن نسمح لها ابدا ان تؤثر في وعي الشعب السوداني. الشعب السوداني الان تجاوز الايديولوجيا، تجاوز الانتماءات القبليه، تجاوز الانتماءات السياسيه، تجاوز التعصب الجهوي. الان الشعب السوداني كله توحد وتقتل من اجل اجهاض مخطط ميليشيات الدعم السريع، ومن اجل استعاده سياده الدوله السودانيه، ومن اجل تحصين السودان من كل هذه المخططات الداخليه والخارجيه التي تهدف الى تفكيكه. نحن نبشر الشعب السوداني ان بعوده هذه الصلاحيات ستختلف الاوضاع تماما، سيكون هنالك فارقا كبيرا في المرحله القادمه. نحن نعلم خطوره هذا المخطط، نعلم خطوره ميليشيا الدعم السريع على الشعب السوداني وعلى المنطقه باكملها، نعلم يقينا خطوره هذه الجهات التي تسعى بشكل دؤوب لاختطاف السودان، ولكن بارادتنا الوطنيه القويه وبتماسكنا وبتجاوزنا لكل الاطر الضيقه نستطيع ان نسترد هذه الدولة السودانية، ونستطيع أن نعيد كرامة الشعب السوداني، ونستطيع أن نرد الكرامة التي فقدتها المرأة السودانية التي أجبرت للذهاب إلى مراكز الإيواء التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.